السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شلونكم؟ ان شاء الله بخير. ياكم سيد حسين، عالم ابل التعلم على الايفون. قبل لا نبتدي اضغط زر لايك واشترك في القناه كنت مو مشترك، وفعل زر الجرس حق يصلك الجديد. واليوم راح اسالكم الفرق بين التصوير الليلي ما بين الايفون اكسس ماكس اللي هو على اليمين والايفون 11 اللي هو على اليسار. طبعا مثل ما تشوفون حاليا هذا التصوير، الفرق جدا واضح في التصوير واضح. فخلنا ناخذ صوره مثل ما تشوفون شباب. طبعا شباب مثل ما تشوفون هذين الصور، الفرق واضح ما بين التصوير، هذا بكثير اوضح. طبعا هذا حاليا الجو ليل وتقريبا الساعة 9 مساء، فهذا يعني صراحة فرق كبير، وبين انه فعلا كأنه في الصباح، بداية الصباح من قوة المنظر. طبعا للعلم ان الجهازين مثل ما تشوفون الاضاءة اعلى شيء، ومثل ما تشوفون هذه الصورة والفرق الكبير الواضح ما بين تصوير كاميرا الايفون 11 وكاميرا الايفون اكسس ماكس. وصلنا للختام، لا تنسوا لايك سبسكرايب كومنت شير. شكرا على تفاعلكم مستمر، وبس يا شباب مع السلامه.